الإمام أحمد يقول كما نقلتم عنه في المقدمة أن العلماء يحيون الموتى مع موتى الجهل، يعني موتى الجهل، ما هو يحيون الموتى الأبدان، هذا لا يقدر عليه إلا الله، أو من أعطاه الله المعجزة كعيسى ابن مريم عليه السلام، لا يحيي الموتى إلا الله جل وعلا، أو من أعطاه الله المعجزة كعيسى ابن مريم، وإذ تخرج الموتى بإذني، فأما غيره فلا أحد يقدر يحيي، لكن يقصد الإمام أحمد موتى الجهل يحيونهم بالعلم. نعم، أحسن الله إليكم صاحب. وموت الجهل تراه أشد من موت البدن، لاحظوا هذا، موت الجهل أشد من موت البدن، يعني موت الجهل والعياذ بالله مآله إلى النار، أما موت البدن فهذا كل يموت، كل يموت، كل نفس ذائقة الموت، ولهذا يقول الشاعر: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور. نعم.